فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توسع بعض طلبة العلم في سهم في سبيل الله فأدخل فيه الحج وطبع الحج. نعم، الحج يدخل في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. الحج من الجهاد، يجوز، يعني حج الفريضة أو حج النافلة، حج الفريضة هذا من الجهاد في سبيل الله، تصرف فيه الزكاة. نعم. ما يقول حفظك الله: وأدخلوا فيه طبع الكتب للدعوة. لا، طبع الكتب، بناء المساجد، بناء دور الخير والمدارس، هذه من التبرعات، ما توضع فيها الزكاة. نعم.